السلام عليكم مشاهدينا الكرام عبر قناة سما الفضائية. نخصص هذه الحلقة من نبض الشرق عن تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والذي تأثرت فيه سوريا بزلزال أيضا كان التأثير الأكبر على محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة وحلب. منذ ساعات الصباح الباكر وجه رئيس الجمهورية السيد بشار الأسد الحكومة بالتواجد إلى المحافظات المتضررة والوقوف على المساعدات، والأهم من ذلك إزالة الأنقاض وإنقاذ الأرواح، وهو الأولوية الآن بالنسبة للمجتمع المحلي، بالنسبة لما يحتاجه الناس في المحافظات المتضررة، وبالنسبة للفرق الحكومية والمجتمع المحلي والأهلي الذي يمكن أن يساعد في ذلك. الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح. ما زال هنالك أمل في بعض المناطق بالعثور على ناس لم تتوفى، ما زالت على قيد الحياة، وبالتالي الضرورة القصوى لإنقاذها. سمعنا بكثير من النداءات التي توجه بها كثير من الناس المتواجدين في اللاذقية، في حلب، في جبلة وفي حما، بأنه ما زال هنالك أمل بالعثور على ناجين من تحت الركام نتيجة الهزات المتتالية، نتيجة هذا الزلزال والذي أثر سلبا للأسف وانهارت أبنية في تلك المحافظات. لكن على الرغم من ذلك لابد أن نترحم على أرواح من قضى بهذا الزلزال، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في حصيلة غير نهائية حسب وزارة الصحة السورية. حتى هذه اللحظة وفاة 461 شخصا، والجرحى هم 1326 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات جراء الإصابات. الإصابات في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس متفاوتة الشدة، لكن أيضا ما زالت الأمال موجودة بالعثور على ناجين على الأقل في الساعات القادمة. نعلم أن الليل قد أتى وربما تكون عمليات الإنقاذ أصعب من النهار، لكن يجب أن تكون الحكومة والمجتمع المحلي خلية عمل لإنقاذ من يمكن إنقاذه، وهي مهمة إنسانية ومهمة وطنية بطبيعة الحال. نحن الآن نتحدث عن وضع كارثي تعيشه هذه المحافظات. في شق آخر أيضا بالإمكان المساعدة به، وهو مراكز الإيواء. حسب الأشخاص الذين تواصلنا معهم والذين يأتون إلى مراكز الإيواء، هم بحاجة إلى فورا ألبسة، فورا أغذية، فورا أغطية، وخاصة لتواجد أطفال كثر في تلك المناطق. الجو شديد البرودة في الخارج، ستزداد درجات الحرارة انخفاضا ونزولا في الليل، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك مساعدات فورية لمن لجأ إلى مراكز الإيواء وخسر العودة إلى منزله، خسر الأمان بطبيعة الحال. هنا نتحدث عن الشائعات التي ما زال يتداولها كثير ممن ليس لهم صفة شخصية، وبالتالي قبل قليل كانت هنالك شائعة تم نفيها من مصدر رسمي أن ثلاثة أبنية أثرية في تدمر قد سقطت وانهارت نتيجة هذا الزلزال. قبل قليل جاء هذا الخبر مع النفي من مصدر رسمي. أيضا هنالك من يقول بأنه ابقوا في الخارج وربما الزلزال يأتي بطبيعة الحال بعد لحظات أو بعد نصف ساعة. وصدقا وأنا قادمة إلى الاستوديو لأقدم هذا البث المباشر، رأيت كثير من الناس ما زالوا واقفين في الساحات العامة، حتى ببعض الأبنية التي مررت بها كان الناس يتواجدون في أسفل هذه الأبنية. نقول لا داعي لهذا الخوف، هو رباطة الجأش والهدوء، الاتزان أيضا بهكذا مواقف هو من الأساسيات لتجاوز هذه الأزمة. بطبيعة الحال الآن المصادر الرسمية الحكومة أيضا هي ملزمة أمام الشعب بعدم أو التصدي لأي إشاعة. لا يجب أن يضطر الآخرون، لا يجب أن يضطر الناس للذهاب إلى مصادر أخرى لأخذ المعلومة. المعلومة يجب أن نأخذها نحن والناس من قبل مصادر رسمية حكومية بطبيعة الحال.
لكي لا نترك مجالا للشائعات، لا نترك مجالا لمن يقولون بأنهم يتوقعون ويتنبؤون أيضا ما الذي يحصل في الساعات القادمة، وهو واجب. إذن أولا بأول يجب أن يكون هنالك تثبيت للمعلومة وتثبيت لأي شيء طارئ حدث من قبل المصدر الرسمي ومن قبل المتواجدين من تلك المصادر الرسمية على الأرض، ليس فقط العمل وإنما تخصيص الآن حال الطوارئ وتخصيص ناس خاصة بمن تدلي لوسائل الإعلام، للمواقع التواصل أو حتى لوكالة الأنباء الرسمية وهي بطبيعة الحال الخبر الرسمي. يجب أن يكون هنالك الآن متحدثون متخصصون بنقل هذه المعلومة. أتحدث هنا بشقين، أتحدث بالشق السياسي وبالشق الداخلي. الشق السياسي ما زالت ردود الفعل تتوالى فيما يتعلق ببرقيات التعزية التي أبرق بها الرئيس بشار الأسد، وأيضا رسائل الدعم التي قدمها كثير من الرؤساء العرب وردود الفعل الدولية بطبيعة الحال. إذن نبدأ من الجزائر، حيث أعرب الرئيس الجزائري عن تعاطفه الشديد وعن توجه فرقة للإنقاذ من تحت الأنقاض من الجزائر إلى سوريا، إلى المحافظات المنكوبة بطبيعة الحال التي تعرضت لهذا الزلزال. أيضا الصين تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا. روسيا بطبيعة الحال كانت منذ إعلان وقوع الخسائر في ساعات الفجر كانت قد أعلنت بعزمها إرسال المساعدات أيضا لسوريا. الهلال الأحمر الجزائري يقول بأنه طائرة سوف ترسل من الجزائر إلى دمشق العاصمة ليتم توزيعها على المناطق المتضررة بمختلف المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى فريق طبي كما قلنا متخصص بإزالة الأنقاض، وهو ما يحتاجه السوريون الآن. رقم واحد ما يحتاجه السوريون الآن هو تلك الفرق الإنقاذية التي ممكن أن تساهم بإزالة الركام الذي تسبب به انهيار المباني، وبالتالي أن يكون هنالك ناس ما زالوا على قيد الحياة، وهي الضرورة الأولى التي نحتاجها في الساعات القادمة. الرئيس الأسد أيضا تلقى برقية تعزية من الرئيس الجزائري ومن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بالإضافة إلى تلقيه برقيات من رؤساء وملوك وقادة في الدول الشقيقة والصديقة. بابا الفاتيكان عز بضحايا الزلزال في سوريا. كنا قبل ساعات قد نقلنا عن وكالة الأنباء السعودية وأيضا موقع الخارجية السعودية والتي تتحدث عن أسف السعودية لما حصل في كل من سوريا وتركيا وتضامنها مع الشعبين التركي والسوري. كان هنالك اجتماع لرئيس الجمهورية مع الوزراء المكلفين، تواصلنا مع عدد من الوزراء في اللاذقية وحماة وحلب. الآن الضرورة القصوى الآن لتقديم البعد الإنساني، للحديث في البعد الإنساني ولتنفيذ ما يحتاجه الناس. إن كنا نتحدث عن كارثة إنسانية فهي حقيقة. سألت أحد الأشخاص في مدينة جبلة ما الذي يحدث الآن، ما هو الوضع الآن، قال لي هي فاجعة إنسانية ولا أستطيع أن أصف كثيرا مما رأيته لأنني لا أستطيع الكلام به، ولكن فعلا هنالك كثير من المآسي وكثير من الأبعاد الإنسانية التي انعكست على تداعيات الزلزال الذي أصاب تلك المناطق. أيضا في حماة وحلب كثير من المآسي، كثير من الأشياء التي يجب الوقوف عندها كثيرا، وهنالك من ينتظر والده ووالدته ما زالوا تحت الأنقاض، هنالك من ينتظر أقرباءه، بعدد من المفقودين. ربما نحن يعني بهذه اللحظات جميعنا أعصابنا متوترة، لكن إن توترت هذه الأعصاب لا نصل إلى نتيجة بناءة، وبالتالي الهدوء، الالتزام، الحذر من الشائعات،
والحديث على الطوارئ، الأرقام التي وضعت أيضا للطوارئ إذا كان الهلال الأحمر العربي السوري أو الطوارئ المختصة بوزارة الداخلية أو حتى بالوزارات الأخرى. بالبعد السياسي أيضا كان هنالك شكر من وزارة الخارجية السورية لكل الدول التي أرسلت برقيات أو حتى تضامنت مع الشعب السوري وتضامنت مع مأساته الإنسانية، خاصة أن هذه المأساة جاءت على مأساته الحقيقية بعد 12 حرب. ليس وقت هذا الموضوع، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الآن هي النداءات الإنسانية. أيضا سمعنا المتحدثة باسم الهلال الأحمر العربي السوري تقول بأنهم أرسلوا نداءات استغاثة دولية وإنسانية للمنظمات الإنسانية. الآن جاء دور هذه المنظمات الإنسانية التي تتحدث كثيرا في الأعمال الإنسانية وفي البعد الإنساني وفي فصل السياسة عن أي بعد اجتماعي وإنساني فوري عاجل. المساعدات الآن مطلوبة، فرق الإنقاذ والفرق الطبية مطلوبة بالسرعة القصوى، والناس التي باتت بلا مأوى هذه مسؤولية أخلاقية، مسؤولية إنسانية ومسؤولية وطنية ودولية أيضا تحت عنوان الإنسان وحاجة الإنسان في هذه الظروف والكوارث الطبيعية. سوف نحاول تسليط الضوء أيضا مع عدد من المختصين على ما الذي قامت به الحكومة، ما الذي يجري الآن على الأرض. بالنسبة للبعد الداخلي، وزارة التجارة الداخلية وجهت بأن يكون هنالك مساعدات فورية للمتضررين، استوفار لكافة الكوادر، الإعاز إلى فرق السلامة الفنية لتقييم وضع المباني المتصدعة، وهذه نقطة هامة جدا لأنه في عدد من الناس يقولون بأنه بعد تصدع هذه الأبنية باستطاعتنا العودة إلى هناك، وهذا خطير جدا لأنه أي هزات ارتدادية ممكن أن يتصدع هذا البناء الذي هو متصدع بطبيعة الحال. فلذلك لابد من توصيف الحالة الفنية في حال وجود الخطر وعدم المخاطرة مرة أخرى. أيضا هنالك غرفة عمليات مركزية في دمشق برئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الإدارة المحلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بهذا الموضوع. نحن نتحدث الآن عن استنفار في وزارة الداخلية. وزارة الأوقاف فتحت الصالات وخدمات المساجد في الأماكن المتضررة لاستقبال المتضررين من الزلزال. وزارة الأوقاف ما زالت تحث أيضا على جمع التبرعات في صناديق المساجد لصالح المتضررين ضمن حملة التبرعات الوطنية، وهنا نركز كثيرا على موضوع التبرعات. نعلم بأنه الناس في سوريا، لا يمكن أن نقول بأن الطبقة الأكثر في سوريا إلا وأنها تأثرت بالحرب اقتصاديا اجتماعيا، لكن ما زال روح المساعدة وما زالت روح الإنسانية قائمة. من تضرر بالزلزال سواء في سوريا، المناطق التي هي تحت سيطرة الدولة السورية، وسواء الذين أيضا يتواجدون في خارج سيطرة الدولة، لم يميز الزلزال الذي أتى على هؤلاء من هو مع وتقييمه السياسي. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن كارثة إنسانية أصابت الجميع، وبالتالي لابد أن نكون بهذا الموضوع نتفكر، فما الذي يجري وما الذي يمكن أن نفعله في المراحل القادمة. أيضا بتركيا هنالك حصيلة كبيرة للضحايا الذين تأثروا بالزلزال الشديد الذي ضرب جنوب تركيا على أكثر من مرة ومن تردد. كان هنالك بطبيعة الحال قافلات مساعدة من محافظة دمشق أرسلت إلى المحافظات المتضررة. قبل قليل توجه فريق طبي مع سيارات إسعاف من مدينة التل في ريف دمشق إلى حلب
بعد حلب سوف يتم ذهابهم إلى اللاذقية. أيضاً 28 سيارة إسعاف وسبع عيادات متنقلة من دمشق وريفها والقنيطرة وحمص وطرطوس كمؤازرة إلى حلب واللاذقية. ضمن هذه الكوارث تأتينا بعض بوارق الأمل، تأتينا بعض الأخبار التي ربما تثلج صدورنا بأن عدد من عمليات الإنقاذ التي تمت في المحافظات نجحت في إنقاذ أرواح، ف39 شخص على قيد الحياة تم إنقاذهم من تحت الأنقاض في محافظة اللاذقية. وهنا أنا أؤكد على هذه النقطة التي ذكرتها في المقدمة بأن الأولوية الآن لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الضحايا تحت الأنقاض، وما زال الأمل موجود إن كان هنالك معدات وإن كان هنالك أيضا فريق متكامل يعمل لإزالة الأنقاض من المناطق التي تضررت. هذا ما نتحدث عنه بهذه اللحظات، لكن أيضا الهلال الأحمر العراقي أرسل 60 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية، والدفاع المدني العراقي أرسل فريقا من البحث والإنقاذ إلى سوريا للمساعدة في عمليات الإنقاذ. الرئيس الكوبي عز الشعب السوري وعز الحكومة أيضا وأعرب عن تضامن كوبا مع هذه الكارثة الطبيعية التي أصابت سوريا. وزارة الصحة نعود ونكرر بأنه حصيلة غير نهائية تتحدث عن 461 حالة وفاة، 1326 إصابة. عندما نتحدث أيضا عن الضحايا نقول بأنه في تركيا وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 1121 وفاة و 6000 مصاب، الحصيلة غير نهائية في تركيا. كلنا شعرنا إذا كان في دمشق أو في محافظات أخرى بهزات ارتدادية في بيروت، في بغداد، في دمشق، كانت هذه الهزات الارتدادية حسب المختصين بعلم الزلازل أخف من الهزات الارتدادية التي أصابت باقي المحافظات. نحن لا يمكن أن نتوقع أو أن نتنبأ ما الذي يمكن أن يجري. الموضوع الأهم الذي ممكن أن يتحدث عنه هو العلماء والمختصين، لكن دائما نقول بأنه عدم الخضوع والاستكانة للشائعات التي يفرزها، وهنا نتحدث عن شقين، ربما بعض الهواة أو ربما بعض الذين يريدون أن يزلزلوا النفسيات بهذه الأوقات العصيبة والتي لا تحتمل مزيدا من الأخبار السيئة. يكفيها ما أصابها، يكفيها المآسي التي حصلت وسمعنا عنها الكثير، ولا ندري إن شاء الله في المرحلة القادمة نسمع بالأخبار الطيبة بإنقاذ أرواح أو بالاهتمام أكثر بالذين لجأوا إلى مراكز الإيواء. الآن تحدثنا بشقين، الشق السياسي والشق الداخلي. كل لحظة، لحظة بلحظة، عبر المراسلين قناة سماء المنتشرين في المحافظات يرسلون لنا بتقاريرهم التي تواكب هموم الناس والتي تواكب أيضا الجهود التي تبذل بهذا الموضوع. هنا كان في توجيه في فترة الصباح إلى العاملين بالقطاع الخاص. ما الذي يمكن أن يفعله العاملون الآن بالقطاع الخاص ممن لديهم قدرة على المساعدة؟ كثير من الأسئلة التي طرحت أيضا طرحها ناشطون، طرحها ناس متخصصون أيضا بما الذي يجري. هي فرصة أخرى لإثبات البعد الإنساني. الجميع يستطيع، لا نقول أن من ليس لديه الأموال أن يتبرع بالأموال، الجميع يستطيع أن يتبرع بأغطية، يتبرع بألبسة، يتبرع بمواد غذائية، لأن المال بطبيعة الحال في هذه اللحظات ربما نتحدث عن ضائقة اقتصادية تطال جميع السوريين، لكن هنالك من يستطيع أيضا، هنالك من يستطيع بالمال، هنالك من يستطيع بالمواد التي ذكرناها، وهي ممكن أن على الأقل تساهم أو تسند عائلات لمدة يومين أو ثلاثة ليتبين أيضا نتائج الجهود السورية والجهود الدولية التي نتوقع أن تتحرك بسرعة.
معاون وزير الصحة أحمد الضميرية ما زال يقول بأن حصيلة الزلزال 461 حالة وفاة. وأعود أذكر بأن مدير آثار حمص وتدمر ينفي الأخبار المتداولة على وسائل التواصل عن انهيار ثلاثة أبراج أثرية في تدمر. أيضا رئيس بلدية حلب يتحدث عن عدد الوفيات في مدينة حلب لوحدها وصل إلى 150 شخصا و600 مصاب في المشافي. عدد الأبنية المهدمة حتى هذه اللحظة للأسف بلغ 46 بناء. إذن الإمارات أيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد للرئيس الأسد وقوف وتضامن الإمارات مع سوريا جراء الزلزال. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن بلاده تعرض مساعدة لسوريا وتركيا. ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال هذا الزلزال وتؤكد أيضا بأنها ممكن أن تساهم بهذا الموضوع. المشكلة هو رئيس الحكومة الليبية عزة في تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وأكد تضامن ليبيا معهم بالإضافة إلى الخارجية الفلسطينية كذلك الأمر. نحن إذا تحدثنا عن كيف يمكن المساعدة هي بالسرعة القصوى. السرعة القصوى هي التي يجب أن تتم الآن إذا كان بالبعد المحلي الداخلي أو حتى بالبعد الدولي. الآن نتحدث عن ما الذي يمكن أن نتحدث لمن أصابتهم هذه المصيبة ولمن أصابهم هذا المصاب الأليم. كثير من الخبرات، كثير من الناس الآمنين في بيوتهم كانوا ضحايا لهذا الزلزال. في كثير من الآراء التي تحدث عنها بعض الخبراء والمختصين. قبل قليل كان هنالك متابعة للإعلام الألماني حيث كان هنالك مجموعة من الخبراء والعلماء والمختصين في الزلازل الذين يتحدثون عن إمكانية أن يكون هنالك ردات اهتزازية ولكن بشكل أخف من المنطقة التي حصلت فيها ومن الشدة التي حصلت فيها، الشدة الأولى والهزة الأولى وهي أكبر من هزة بل زلزال. الآن أيضا كان هنالك كثير من نتحدث من الأرصاد الجوية عن الطقس كيف سيكون في المرحلة القادمة وهذا مهم كثيرا بالنسبة لفرق الإنقاذ والفرق المساهمة والداعمة لإزالة الأنقاض ومحاولة إنقاذ الناس الذين هم تحت الأنقاض. بالاتصال مع أيضا الأرصاد الجوية تحدث المختصون أنه خلال ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة بهذه الأيام التي تشهد فيها سوريا منخفضا جويا ربما يستمر لأيام. فاصل مشاهدينا وأعود أيضا لأتحدث مع المختصين ومع الخبراء. نأخذ أيضا اتصالات مع عدد من المسؤولين في الحكومة ليتحدثوا لنا عن ما الذي فعلوه منذ ساعات الصباح حتى الآن وما هي الخطط والاستراتيجيات التي ممكن أن يقوموا بها في الساعات القادمة.